السلام عليكم يا اخواني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ كيف حالك؟ جيناكم بالفولفو دم الغذاء، فولفو احمر. اشغلكم الاغاني الكرديه عبد القهار زاخولي يا اخواني. هسه طريقة الحبولة شوي بعيد، نحن ما بلكي نروح نفس الطريق، لأن ما أريد الفيديو يطول بصراحة، ما أريد الفيديو طويل حقيقة. سامع دروع وي وي هذا وجهك، والله اني اصابعي على البازو. شغلتم الاغنية الحلوة الكردية للاغاني اكراد العراق بلدي. شرس لكن نوصل الحمولة ما نتأخر. جو جو وصل الحمولة بدي أقصى سرعة يا إخواني، لأن الحمولة بعيدة الصراحة. أروح زقزاق. باقي في هواء يلا الشرس يطير يطير يطير.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا السينما شنو يا اخوان؟ هذا اول مره اشوف السياره يجي وين راسه يا شرس. استمد على حالك يا شرس. هذا معناته فين الشرس مالي؟ سلسلة وراي شوف غير ايش بيك انت تضحك علي؟ سيارتك قلبت انت تضحك علي؟ والله صاير كثير مجنون. انت ايش بيك؟ والله صوت المحرك مال سيارتك حلو. يلا يا اخواني مع السلامة. ان شاء الله الشرس شوف سويت حادثة مروعة شوفها خلي بالطريق، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. كتر هذا الروح ما سايق يطير، طبعا سايق مات، هذا الروح ما سايق يطير ويا الهليكوبتر يروح. بما لا يا اخواني مع السلامة. ان شاء الله اشوفكم غير فيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك يا اخواني للقناة المتواضعة.